سبحان الله على يعاتب إذا تاب. إذا تاب ما يعاتبه أبدا من جاء ولا يذكر له الذنب. من جاءني منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب، أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. فلا يعاتب، لا يعاتب، وحتى يوم القيامة. والذنب المكتوب يمحى ويضع حسنة. رقيب عتيد وينسيه الصحف ينسي يمحوها